هذيك البطاقه ديالك اللي غادي تحطي عليك. يعني كنظن كنوصل هاد الميساج حتى هو هاد الناس اللي كنخدعوا على الشاشه غيبقاو يديو الواجبات ولا يبقاو كيديو هاد النظام غيستمر. حيت خصو يستمر داك 17% ديال هاد الناس اللي هما خدعوا على الشاشه. الناس اللي هما خدعوا على الفقر ما كيخدموش حتى ريال، كيستافدوا من جميع هذا لي بريسكاسيون اللي كاينين في سلالات العلاجات. وهذا الشيء راه باين الدوله بوحدها ما كتبداش دير هذا الشيء كامل. داك الشيء اللي نقول راه كيف قال صديقي توس بور راسنا، حنا كاملين كنتعاونوا وكاين هذا كاين اللي كيتعاونوا في اطار لي كوتيزاسيون كيساهموا، وكاين اللي كيتعاونوا في اطار هذه المساعده الطبيه الدوله. ولكن كيبقى بان اي واحد حامل البطاقه المراكز الصحيه ولا المستشفيات ولا هذا كتعامل مع الجميع بنفس هذا. حامل البطاقه يعني له الحق في الولوج، هذا هو. هذاك الانسان اللي عنده الرماد راه بحال بحال هذاك الانسان اللي عنده لاكنوس ولا اللي عنده الاساس، هادو كاملين عندهم اجهزه هي كتضمن لهم وكتكسر لهم الحق في الولوج للعلاج. يعني هذه كنظن هذا ميساج كيفو باسي الدور المجتمع المدني في هذا التأطير في هذا هو ضروري وقيم ويشكر عليه. وكنظن بان طريق الالف ميل يبدا بخطوه. الله يعاوننا كاملين والله يوفقنا باش لما فيه صالح.